وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن مصر تجمع ما بين الثراء الكامل في التراث الإنساني الروحي والمادي أيضا، وأن مصر يحج إليها مختلف الطوائف المسيحية. نحن بلد اختصه الله بالثراء الكامل في التراث الإنساني الروحي والمادي. وأنا أتذكر الآن ما قاله بابا الفاتيكان في زيارته الأخيرة: إنما جئت إلى مصر حاجا، أي أن مصر بلد يحج إليه حتى عند الكاثوليك. فكيف بنا ونحن أبناء هذا الوطن لا نقدر قيمته؟ فرحلة بالعائلة المقدسة رحلة متميزة، نستطيع أن نسميها رحلة اللاجئ الأول، في السيد المسيح هو اللاجئ الأول في التاريخ في مصر التي احتضنت دائما كل من لجأ إليها واحتمى بأرضها.